فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ما العلامات التي تدل على أن القلب قد مات؟ إذا كان لا يحس بشيء، إذا كان لا يحس بشيء، لا ينتفع بموعظة، لا يهتدي بإرشاد، لا يقبل النصح، لا، فهذا هو قلبه ميت. نعم، أنا قلت لكم ما يعلم القلوب إلا الله، لكن نحن نستدل بالأعمال الظاهرة. نعم.